وفي مشهد احتفالي مبهر احتشد آلاف المصريين أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك قبيل ساعات من إلقائه لكلمته. وقد رفع المحتشدون شعارات مؤيدة لثورتي 25 من يناير و30 من يونيو، كذلك صور للرئيس عبد الفتاح السيسي. والناس كلها تشوف ان المصريين فرحانين يعني برئيسهم، واحنا راضيين ومبسوطين وعندنا امل في ان مصر تبقى فعلا قد الدنيا. انت جاي من اي ولايه؟ انا من مصر. انت جاي من مصر؟ جايه من كاليفورنيا. جايه من مصر؟ ايوه. من كاليفورنيا علشان تؤيدوا الرئيس السيسي امام المتحده؟ طبعا. وانا جايه من مصر بتعرف بحضرتك. ليلى نجيب من مصر وجايه هنا زياره ومشي 14، ففرحتي النهارده يعني بالفسحه كلها اللي انا جيتها، عشان فرحانه بالسيسي والمصريين والجو المصري الجميل بتاع النهارده ده بجد يعني. لا انا جاي مخصوص النهارده عشان الوقفه بتاعت السيسي الحقيقه. يعني انت جاي من مصر؟ طبعا 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 طبعا، خدت الرحله مخصوص عشان اجي النهارده، عشان اجي امبارح واحده النهارده. ايه انطباعك، وهل كنت متوقع ان المصريين يخرجوا بهذه الاحداث؟ النهارده يوم جميل جدا، هي دي مصر، وهم هي دي سيدات مصر وشباب مصر ورجاله مصر من كل انحاء الولايات جايين النهارده. احنا من ساعه ما السيسي ما جه الفندق هو والجماعه كلها نيويورك منوره وقاعدين هنا مستنيينه. جايه النهارده طبعا علشان اشارك كل المصريين ونسابورت بلدنا مصر. ونتابع اجواء وردود فعل الجاليه المصريه خارج مقر الامم المتحده، وينضم الينا هاتفيا مراسلنا في نيويورك احمد فتحي. احمد، ضعنا في اجواء متابعه المصريين في نيويورك عامه لكلمه الرئيس السيسي. كما ذكرت في تقرير سابق ان المصريين التهبت مشاعرهم، المصريين اللي في امريكا التهبت مشاعرهم عندما ذكر الرئيس السيسي تحيه للشعب المصري وذكرهم بالاسم. كانت هذه لفتة يعني بقمه الروعه، واثارت حماسهم مره اخرى بعد الساعات الطوال التي قضوها بالهتاف والغناء والتأييد لمصر وللمصريين ورئيس المصريين. بعد انتهاء كلمة الرئيس السيسي وبكل تحضر ونظام، انتقل المصريين إلى الجانب الآخر من الشارع وقاموا بمسيرة إلى مقر إقامة الرئيس السيسي في مدينة نيويورك. هم على يعني ينتظر ما يكونوا على وشك الوصول خلال 10 دقائق الى المقر الرئاسي هنا في نيويورك، وسيستمروا. كما ذكر سامح حسين جازر كانت اعداد الفريق الاخر ضئيله بالمقارنه، ولكن يعني هي جاءت من اجل ذر الرماد في العيون وارسال رسائل الى مؤيديهم اننا ما زلنا موجودون، ولكن هذه رسائل فاسده وفاشله، لاني قاعد اتصور ان الهدف المرجو منها قد تحقق. بالنسبه لردود الافعال، انا في عودتي الى المكتب في مبنى السكرتاريه في الامم المتحده التقيت في طريق عودتي بالعديد من الصحفيين الاجانب من مختلف الدول، سواء من امريكا اللاتينيه، سواء من اوروبا، سواء من بعض الصحفيين الزملاء الامريكيين، وكانت اشاراتهم ايجابيه وتعليقاتهم السريعه بالاعجاب بكلمه الرئيس المصري. من نيويورك احمد فتحي مراسل التلفزيون هناك، شكرا جزيلا لك.